اسمي فاطمة الصفايحة، أنا أم لست أولاد وثلاث بنات، وأنا المعيلة إلهم. الظروف صعبة كتير كتير، يعني أنا اللي بتمنى بس يعني لو الطين هيك، يعني إن شاء الله يستر لنا ويستر أولادي، يعني كل واحد ينام في أوضة، يعني يناموا في دفا، وفي الصيف يعني في ظلة، مكان ظلة، يعني ما يكونش يعني حار في الصيف عليهم وفي الشتاء مطر وبهدلة. أغلب أكلنا مقالي، كله بندورة، بطاطا، بتنجان، يعني طبايخ منطبخش، طبيخ يعني فش مش قادرين يعني نجيبها، الطبيخ يعني إشي بسيط الطبيخ، يعني بنطبخ حبة البطاطا بنطبخها على نتفة ماجي بدون يعني لحمة ولا فش، زي ما انت شايف مقالي. أنا بطلع من الساعة 6 الصبح، بضلني للمغرب، أحيانا بشتغل فترتين عشان أقدر أوفر المطلوبات للأولاد. وأنا بنظف شبابيك، بشطف الدرج، بأكنس، بأجلي، بعزل المطابخ، بأمسح الغبرة، بشطف، يعني الشغل متعب كتير كتير، يعني أنا يعني مضطرة إني أطلع أشتغل، إيش بدي أسوي عشان عندي أطفال.